أهلا وسهلا بكم. طلع العنب بحديقتنا وحبيت أوثق هذه الأحداث بهذا الوقت من السنة. رح نرسم العنب وورق العنب. اليوم رح نرسم عنقود العنب وورقة العنب لكن على السيراميك. وأخيرا وبعد مدة 4 سنوات زارعين هاي العنباية، وأخيرا هالسنة بدت العناقيد تبين. مثل ما تعرفون الجو بكندا جدا بارد وصيفنا قصير جدا جدا، فجدا بصعوبة تعيش هاي الأشياء، لكن حلو الواحد رغم الغربة يكون محافظ على عاداته وتقاليده. هيك شي احنا ربينا، بكل حوش صغير اكو قمرية عنب صغيرة. كانت فرحتنا لا توصف بعناقيد العنب. مثل ما تعرفون العنب يجي عدة ألوان وعدة أشكال أيضا، رح نختار ألوان حلوة ونلونها على قطعة السيراميك. لكن بالبداية رح أمشي وياكم خطوة بخطوة شلون نرسم ورقة العنب وشلون نخطط عنقود العنب. أتمنى أن ينال إعجابكم.
انتظروني بالفيديو الجاي بمشروع جديد وفكرة جديدة، أتمنى أن تنال إعجابكم.